توافقية هي حكومة توافقية، لأن مما الكتلة الكل هم الجماعة متفقين، هي ليش ما صارت أغلبية؟ أغلبية سياسية وأغلبية حكومية ما ترهم، هم السيستم مالهم من أيام بريمر إلى يومنا هذا على هالمعتاد، الأكراد اللي هم رئيس الجمهورية، رئاسة الوزراء للشيعة، والأبناء العامة اللي هم مجلس النواب. فإن شاء الله تشكل حكومة بأسرع وقت إن شاء الله هالأيام القريبة القادمة، لأن بعد ماكو مجال، صار 10 أشهر. كل دول العالم من تصير انتخابات خلال 24 ساعة ينتهي شكلون حكومة، رئيس جمهورية يصير وكل شيء ينتهي، إلا العراق العظيم. إلا العراق العظيم صار 10 أشهر، ها من المتأذي؟ المواطن العراقي. والله بالنسبة لي ينحل البرلمان ويعاد انتخابات جديدة من جديد، بس من غير بشرط أن يعني يكون أيش نفسهم ذول يتغير جو من 2003 لحد الآن يتغيرون، إلا بالحالة يصير حجوة جديدة. تصور بنهايه المطاف راح يشكلون حكومه توافقيه، لانه راح يصلون يعني الطريق انه لازم يكون امام مفترق طرق، اما الاختلاف العام او التوافق العام، فلازم يشكلون يعني حكومه توافقيه تنسجم مع اراء الشعب ان شاء الله ونوصل لنهايه النفق. ماكو يعني لازم تعاد انتخابات، لان حصيل مشاكل اذا توافقيه كلها ما تريد توافقيه، ايش حصلنا من التوافقيه؟ كل شيء ما حصلنا. ايش حصلنا من عده توافقيه؟ قول لي يلا. هذا إلك وهذا إلي والعالم كله واقع. حل أحسن، تعاد انتخابات وتصير عملية جديدة وأحسن.